طب موضع هذا الثوب تقدر تقف عليه حتى تحط رجلك عليه؟ ما تعرفش إذا كنت شغال في السيرك، ها؟ يمشي على الحبل ويمشي على العصا والكلام ده، بس يعني حتى لا يساوي موضع قدم. طب شوف آخر واحد يدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر واحد. طبعا في ناس أول ما ينفخ في الصور يدخلوا الجنة على طول، ده اللي يدخلوا قبل الناس جميعا الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا آخر واحد، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. رجل يكبو مرة يقع على وشه يعني، وتسفعه النار مرة، فلما خرج منها التفت إليها، لما خرج من النار التفت إليها، هذا الرجل ظل يدعو ربه، قال: ربي قد قشبني ريحها، قشبني ريحها، ريح النار أعاذنا الله وإياكم منها، بتسلخ الجلد تسوده وتخليه يتفحم الريح بس. قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. ويظل يدعو ربه تبارك وتعالى حتى يخرج من النار. أول ما يخرج منها يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين. أنا هو ما يعرفش أن في ناس سبقوه من زمان، بس كونه يخرج من النار هذه الغنيمة الباردة. فلما خرج من النار رفعت له شجرة، والشجرة دي تحتها صوت ماء، خرير ماء، وانت عارف أهل النار نفسهم في قطرة ماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال: إن الله حرمهما على الكافرين، لأن المية اللي جوه اللي بيشربوها مغلية بالحميم. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لأن بيأكل حنظل وغسلين وصديد أهل النار، وده بقى ما تقوليش شطة ولا الكلام ده، هيموت، عايز يبلع، عايز حاجة تبرد النار بتاع الحنظل والغسلين والكلام ده. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يستغيث عايز يشرب مية يديله مية بتغلب جهنم. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فهو الماء ده فكهة، الفكهة اللي أهل النار يتمنوها. هو أول ما خرج ولقى شجرة، شوف ظل شجرة كان في النار، ده لو طلعت في أحر ما يكون من الدنيا ده يتلج، إذا خرج من النار يتلج على طول. فلما وجد ظل الشجرة وسمع صوت الماء ما استحملش، قال: ربي أدنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال الله عز وجل له: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. قال له: لا وعزتك، لا أريد غيرها، بس أدخل تحت الظل ده وأشرب من المية، لا أسألك غيرها. فيدنيه منها، أول ما يشرب المية ويستريح في الظل كده ترفع له شجرة هي أحسن من هذه. قال: ربي أدني من هذه لأشرب من ماء، لأستظل بظلها وأشرب من ماء. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. يقول: لا وعزتك، لا أسألك غيرها. فيدنيه منه شجرة ظلها أبرد وأحسن والمية أجمل والكلام ده. أول ما يقعد تحتها تفتح أبواب الجنة، هيبص يلاقيها بيضحكوا ومع بعض كده وهو قاعد لوحده، وبعدين على سرر المتقابلين،
ليه متقابلين؟ لان الواحد لما بيزعل من التاني بيديله قفاه، يعمل له كده. لكن علشان بيحبوا بعض وشهم لبعض دايما، مش انا قاعد كده والتاني قاعد ورايا يبقى ظهري له، لا، اهل الجنة على سرر متقابلين. عشان ايه؟ ونزعنا ما في صدرهم من غل، مستمتعين بقى بالاخوة والكلام ده. فده قاعد لوحده وشايف الجنة يتضحكون وبتاع والكلام ده، فلم يتحمل. في بعض الروايات قال لك فسكت قليلا، ما اصله غدر مرتين، يقول لي لعلي ان ادنيتك تسالني غيره، يقول له لا وعزتك، وبعدين يغير الكلام. فهو عايز يقول له دخلني الجنه بس ايه، مكسوف خجلان يعني. فسكت قليلا ثم غلبه ما يجد فقال رب ادخلني الجنه. قال ما يصريني منك يا ابن ادم، ايه اللي ما الذي يقطع حاجتك مني؟ كل شوية تعطيني عهدا ثم تغدر، ما الذي يصريني منك؟ ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. ده آخر واحد. ها؟ طبعا الجنة ما فيش فيها فقير ولا بتاع، بس احنا لو حبينا نقرب المعنى ونقول أفقر واحد في الجنة، إذا يعني جاز هذا التعبير، له مثل الدنيا. الجماعة المتكلمين على الدنيا علشان ياخد حفنة خسيسة ملهاش قيمة. آخر واحد يدخل الجنة له مثل الدنيا. فما صدقش ودان، ليه مثل الدنيا؟ فقال لله عز وجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أنا ليا مثل الدنيا؟ معقول؟ فضحك ابن مسعود راوي الحديث وقال لأصحابه ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن؟ قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى هذا المقطع من الحديث، قول الرجل لربه تبارك وتعالى أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له هذا الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال له الله عز وجل أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشرة أمثالها. هو مش مصدق ودانه أنه له مثل الدنيا فقط، قال له لا، لك عشرة أمثالها. من الذي يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة؟ وكل شيء في الدنيا مكدر، مفيش نعيم في الدنيا غير مكدر، كل شيء مكدر في الدنيا. شوف حتى شربة الماء، تعرف لما الواحد بيزور من الأكل بيعمل ايه؟ بيشرب مية يبلع يعني. هذا الماء يمكن أن يموت المرء منه، يشرب يموت، وده اسمه ماء فرات عذب، ممكن يموت من يشوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ماء الدنيا او سقيا الدنيا وسقيا الآخرة. شوف في القرآن وشوف الفرق، لان اللغة العربية اسرى لغة على وجه الارض، مفيش لغة زيها ابدا، لا في مفرداتها ولا في معانيها. ممكن تقول كلمة بالعربية انت بالألمانية او بغيرها تتكلم 3 دقايق علشان تجيب المعنى اللي انا قلته في كلمة واحدة.